حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في العاصمة طرابلس أصبح ككابوس مرعب على المواطنين بالمدينة، وتواصل الصراع بين الميليشيات المسلحة جعل من المدينة خرابا وظلاما تاما. الصراع المتكرر للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج أصبح يهدد سلامة المواطنين بالعاصمة، حيث ألقت ما يعرف بقوة المهام الخاصة القبض على أحد الأفراد التابعين لأسامة جويلي في مدينة ورشفانة على خلفية إجراءات مالية بينهم. وأكدت لنا مصادر خاصة أن عملية القبض جاءت على خلفية الصراع بين وزير داخلية السراج فتحي باشا آغا وأسامة جويلي بسبب عدم دفع الأول رواتب ميليشيا جويلي كمستحقات لهم، الأمر الذي جعل تلك الميليشيات تضاعف من جرائمها بين نهب وابتزاز وحرابة. وتشهد العاصمة والمنطقة الغربية استمرارا في تردي الأوضاع بعد سيطرة الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين على مفاصل الدولة، حيث خرجت مظاهرة سلمية في أحياء طرابلس رافضة للوضع الحالي الذي تعيشه العاصمة من الناحية المعيشية والخدمية، إلا أن ميليشيا غنيوة وميليشيا نواصي التابعة لحكومة السراج فتحت النار على المتظاهرين لتفريقهم. وبحسب مصادر لقناتنا فقد طالبت التظاهرات التي دعا لها ناشطون مدنيون وجابت شوارع العاصمة، طالبت بإخراج الاحتلال التركي والمرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، كما استهجنت التظاهرات تردي الوضع المعيشي المزري الذي يعيشه المواطن في المنطقة الغربية من انقطاع الكهرباء وتأخر في صرف المعاشات الحكومية. الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن الطرابلسي من قتل وخطف ونهب ومحاربتهم في قوتهم أصبح متكرر بشكل يومي بالعاصمة وسط صمت المنظمات الدولية وعدم استنكارها لهذه الأفعال التي جعلت من عروس البحر ظلاما لم يرى شعاع نورها حتى الآن.